السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يا مرحبا بكم. دي المحاضرة الرابعة يا شباب لشرح برنامج البارولينك، اللي هنشرح فيها ازاي ننقل الداتا بطريقة مباشرة من التوتال ستيشن الى الجهاز. دي كان ميزة اللي شرحناها قبل كده، وقلنا ان دي كانت ميزة البارولينك، وقلنا نشرحها في فيديو مستقل للاستفادة. وقلنا ان برنامج هنا البارولينك ممكن اللي انت تنقل الداتا بطريقه مباشره، اللي هو ملف الاس دي ار من الكمبيوتر، سوري، من التوتال ستيشن للكمبيوتر عن طريق كابل بيتم تعريفه على البرنامج وبتنقله على طول، يعني ما فيهوش مشكله. ديت الفائده اللي انت ممكن تعملها من غير ما تستعمل ايه فلاش ولا حاجه. فازاي بقى يتم نقل الداتا؟ تعال نشوف. هنروح على هنا فايل، ونروح على سند، هنا ريسيف، ننزل تحت هنا تحتيها امبورت اكسبورت سند ريسيف. هيظهر لك هنا نافذه يا شباب داونلود ابلود مكونه من ايه؟ من قائمتين. القائمه اللي هي على اليسار ديت اللي هي لوكال ماشين، دي خاصه بالايه؟ عندك بجهاز الكمبيوتر. وديفايس ديت دي خاصه بالايه؟ بجهاز اللي عندك الايه؟ التوتال ستيشن. تمام. طب تعال نعمل كده شويه اعدادات على السريع كده. انت هتنزل تحت هنا ديفايس تاب اللي خاصه بالتوتال ستيشن، هتروح جاي مختار اللي هي 33 31 اس دي ار 33 31 فورمات. تمام، اس دي ار 33 31 اس دي ار فورمات، ده اللي هتختاره. بعدين هتنزل على السيتنج تحت هنا برضك، وتختار هنا يظهر لك هنا ارقام هنا موجوده، هتختار 9600، والبورت هنا البورت دوت اللي هو الكابل نفسه اللي هو كام 1، هيظهر لك ممكن يظهر لك كام 2، فانت هتختار كام تول خاص بالتوتال ستيشن. خلاص، بس عشان معناش ايه كابل مش هيوضح يعني، وتسيبه زي ما هو كده خلاص. وانت هتعمله تروح اعمل ايه؟ اوكي خلاص. دلوقتي انا عاوز استدعي الملف اللي هو الاس دي ار من عندي من التوتال ستيشن للايه؟ للكمبيوتر. هتروح جاي رايح هنا على فوق، وتختار هنا اس دي ار 33 فورمات زي ما قلنا. خلاص، وهنا اول ما تختار اس دي ار 33 هيظهر معاك هنا، عشان معناش الكابل، هيظهر معاك هنا الايه؟ الاس دي ار. خلاص، وتروح جاي عامل تحت هنا كونكت، وتروح جاي عامل من فوق كده ايه؟ تحويل للايه؟ لوكال ماشين اللي هو خاص بجهاز الكمبيوتر. خلاص، وهيروح جاي نايل. اول ما تعمل كده يروح جاي نايل عندك على الايه؟ اللوكال ماشين. طيب لو انا عاوز اعمل العمليه العكسيه من اللوكال ماشين للايه؟ ديفايس، من الكمبيوتر للايه؟ للجهاز. انا بجهز ملف الاس دي ار عندي، واروح جاي داخل انا موجود مثلا هنا على البرولينك. خلاص، واروح جاي عن طريق البرولينك عندي ملف اللي هو الاس دي ار اعلم عليه. تمام، واروح جاي قايل له ايه؟ محول هنا، اروح جاي ضاغط على السهم دوت اتجاه السهم ناحيه الايه؟ الديفايس، واروح جاي ضاغط عليه. هنا بيقول لي تمام اس دي ار ريسيف، هو لابد من ايه؟ انك تدخل الكابل. بس شباب ديت العمليه العكسيه من الجهاز الكمبيوتر للايه؟ للتوتال ستيشن. بس عشان احنا معناش كابل هنا مش هنقدر نوضح فيه، بس هي ايه دي الفكره بتاعت الايه؟ ازاي تنقل الداتا بطريقه مباشره من التوتال ستيشن للايه؟ للكمبيوتر، ومن الكمبيوتر للتوتال ستيشن. ده كان شرحنا يا شباب، يا رب تكونوا استفدتوا. أسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.